السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من العراق وخارج العراق. تحياتي للجميع. هو العراق سليل المجد والحسد، هو العراق كل من فيه حفيد نبي، فقل للدائرات قفي، شاخ الزمان والعراق صبي. اليوم هو 6 يوليو 2023، اليوم هو الخميس، أيام العمل في سوق مواشي محافظة ديالى الاثنين والخميس، ويبدأ العمل من الفجر مع درجات الارتفاع، درجات الحرارة في السوق قبل الظهر، ومكان السوق قرب مديرية مرور ديالى. وشكرا لمصورنا سيف الزهيري، تحياتي لك يا سيف. هسه هذا اللي وياهن المن يعني هو ابن هذيكه؟ هاي اول وحده، هذا ابنها، عملتهن 1,300,000 اثنين، وحده عشرة وحده مطفل. هلا بهل الرفاعي، الله يسلمك حجينا، هلا بهل الرفاعي والشطره والغراب. ايه عافيه، تنتهي كلها الديره، لا شو ما عندها، على راسي كلها، الناصريه بكل نواحيها واقضيتها، والعراق كله. عين ابو علي، عينتك، شنو اللي يجذبك ان تجي لسوق دياله؟ فاريد بصدق، بصدق؟ اي والله، بدون حاجة. بدون اي بدون مجامله. أي. نوعيه الحلال هنا تختلف، نوعيه الحلال. اي نوعيه الحلال، شنو نوعيه الحلال؟ شبيه يعني اجناس، نوعيته خوش، نوعيات هنا ما عندنا من عتب. ها نعم، ما احتمال لا زال الصنف العراقي الجنوبي هناك موجود. اي ذاك موجود، بس هم انقرض ذيك النوعيه القديمه، راحت. اي الناس هم صار تحسين، تحسيني مهم، مهم التحسين، تلقيح موجود. أي. دعوه لاهلنا بالجنوب، تحسين الحلال. اي مطلع. اي هلا، شلونك هلا استاذ ماجد، شلونك عيني، شو صحتك، تهم من الرفاعي؟ هلا بهل الرفاعي، شلون هالرفاعي؟ والله زين الحمد لله، الله يوفقكم ان شاء الله. نعم ضيفوني، ها ضيفنا استاذ ماجد، زوركم ضيفنا غادي الجو يمنا على راسي، نجي عمي نجي، ارقامنا موجوده، بس اريد ابو الجوبه يتصل علينا اخو، ما هيك. لا شنو ابو الجوبه، ما لك علاقه، هي جوبات مفتوحه، تعال صور بكيف. الله كريم، ان شاء الله ان شاء الله، ممنون على راسي، الله يحفظك، كل خطوه بعلى عمري، الله يحفظك. الصويره تشرف بي وبي، الله يسلمك، على راسي وبالصويره وبهل الصويره، الله يسلمك، كل خطوه بهله، رحم الله والديك، عمري عيون استاذ ماجد. والله نشوف نشيك اليوم، جربت دياله؟ دياله ما جاي انت سابقا؟ هاي اول مره انا اطبها. على راسي، شلون شلون عرفت؟ عن طريق القناه؟ على طريق قناتك. تابع انت؟ اي متابع لك. على راسي، الله يسلم راسك. جيت رقم شلون سنوات، جيت هنا وشفت الاوضاع، شفت الوضعيه ومعامله اهل دياله وترحيب اهل دياله، على راسي، الله بخير، كل العراق على الراس، ناس طيبين، يبارك فيك، ناس طيبين اهل دياله، هذا انت من صراحة. طيبك على راسي، أيوة. الله يحفظك ويحفظك، الله يسلم والديك، الله يسلم والديك، مليون هلا، هنيته ومات. واحد ونص، ارفع ايدك على الحج شويه، كوم كوم كوم، واحد ونص، اي خير ان شاء الله. على راسي ها يتدلل وين ما كان، على التيك توك اني كل وحده وراها واحد، حلوات مخصومات بنات، حلوات مخصومات مثل اللي مو عمله، اه خصم، اي سعر خصم ذا، نعم نعم واضح. اي صباح الخير، شلونك؟ هذا فحل مو؟ فحل. ما شاء الله خير من الله. يطلع 20 هذا؟ يطلع. عملته شقد؟ 4 وربع. عمله 4 وربع، 425,000 عمله. هذا شنو يريد ينطلق؟ مصطفى عيني، هاي شنو فحان نثية هذا؟ لا نثية، هلا بحمد نثية؟ ايش قد تعامل عليها؟ 110 عملة، بس بيها مجال؟ اي لازم بيها مجال، مو سعر نهائي؟ نعم نعم. ايش قد دافعين لك؟ 65؟ 90 زين؟ واصلين لل اي واصلين للشكة؟ اي والله ها؟ خير ان شاء الله، كلهن جداية. لا تعامل ولا؟ اي عددهن 6، عملتهن؟ عملتهن زوج بثلاثمية. 300؟ زوجهن ب300 عملة، بس بيهن مجال. اي. هذا النيل من يستخدمونه للتسمين؟ للتسمين. للتسمين يسمونه.
ابو يونس عيني صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ انا استاذ. شنو هن ذن جايب لنا اياهم؟ جني يا استاذ. جني. نعم. انهم حلوات. حلوات مال بيت نظيفات. نظيفات. ايش قد تعامل عليهن؟ 600 تطلب. فيها مجال. نعم فيها مجال. 600 الف وبيها مجال. ثلاث جدايه ايش قد عملتهن؟ عملتهم ب 800. ايه اعطيته اول مره 600. ايه بعدين سويت له 650 قال جازات السعر. وهسه واقف انا وياك اشوف ليش اثنين ما ادري. هو هم على باب الله. احنا على باب الله والعالم كله على باب الله. ايه توكل بالله. ناس حلوات. والله ان شاء الله ما خسرت. هذا تضريب افغاني اجام. ايش قد عمره؟ خل السنة. خل السنة ما شاء الله بس خشن. عملته؟ عملته القفل ب800. قفل ب800؟ يعني ما بيه مجال لل... لا لا ما بيه مجال. حتى من تحمل حجارة؟ لا. ها؟ لا كل مجال موفر. جاب يقول حتى من تحمل حجارة همين ماكو مجال. إن شاء الله خشن. يعاملون عليه 600. هذني ما شاء الله طليان فاخرة طليان كلها عراقية مالات ناحية العظيم خشنات مالات خالنا أبو محمد الباوي. خال شلون تعامل عليهن؟ والله أنا عامل بواحد بس فيها مجال أكيد. إيه توصل ثمان وسبعين. خير إن شاء الله. إن شاء الله توصل. لحم بس 14-15 شجرة. ها؟ لحم 16-17 شجرة. 55 كيلو مضاربة. نعم نعم تقدر أوزانها 55 كيلو الزوج. نعم نعم شيء على شيء 55 موفقين إن شاء الله. هذا الجدي عاملون عليه ب 300 ألف وبمجال. هو تضريب مو بس حلو. ها عرب هذا صدق معرب. صدق معرب والله. اي عربوا ليدك عربه والنار من مجباسها والعز بروك النسى اللي عريب انساسها. اي هذا لبقه شلون عملته؟ هذا 600 عامل عليه. عيني خالي 600 وبي مجال مو سعر نهائي. اي خلي يعرف المشاهد بان هاي الاسعار مو نهائيه اسعار عمله. بيها مجال. بيها مجال. نعم بيها نعم بيها مجال. اي ويدلل المشتري. يدلل المشتري. يدلل شو هاي شلون نعمه؟ ورجينا. اي هاي اللي يقول بدلنا العوده بورجينا. اي بربع عليها بربع ياخذها. بربع عند ثلاث طليان ب 650 نهايتها. كم؟ كم ثلاثتين. جابك؟ جابر ب 650 ينباع ب 77 650. خوش ولعت ترى هي. شوف عيني خير من الله. شو ال 700 عامل ب 600 انا وب 5.5 من العامل للفقير وبيع للفقير ب 4.5. يلا يا اخوي سعره 600 وبيعه ب 4.5 حصل زين. يلا للميتمرت يجري جاي. يلا المن؟ للميتمرت. هو الميتمرت مهجوم بيته. يلا عمو 300. فحل تضريب على عرشيني عامل عليه 1,100,000. ايش قد عمره؟ هذا ولد 4 سنين. بدل 4؟ بدل 4 سنين. هذه نذاريات وخمسة ونص مخصومة 49 راس ما شاء الله العدد 49. هذا كله سوق الطلي. أبو حيدر جاي عامل عليها. هذا قريشي له تضريب على قريشي. لا لا قريشي. آه والله. شو خشان أنت مو عالي يعني؟ إيه مو ذاك العلو. القريش شوية أعلى بس هو مواصفات القريشي. هسه هذا قصابه بحوليه. ايده بحوليه ايده قصابه.
اه يعني يرهم على الطرف وين؟ حاول مرجله وحاول عزوبيه. خوش عملته مليون يعامل علي راعيه بمليون. ايش قد عمره؟ مصفي عملته هذا 80. تنطي على كل شروط الجنيه؟ على كل شروط الجنيه. تنطي على كل شروط الجنيه. خوش فحل. من اجى خمج يسالك ليش تعال؟ انعاج ما شاء الله خشنات. خوش انعاج حلوة. ومطافي الاثنين هن. وعملتهم مليون و150 زوج. هذا الفحل عملته مليون وربع. شقد عمره بعد بيه سنون؟ بعد بيه شيله. عيني خالي الله يحفظكم بارك فيكم على راسي. فحل خشن ما شاء الله. غنم عراقية عملتها الزوج 600 وبيها مجال. مو سعر نهائي. ها؟ جوعانة هذا. رايهم شو فضيه. شو فضيه؟ إذا ما يقدر لها ليش جانيها هو؟ جانيها ماخذها عديلة. عديلة؟ إيه. ها. رايها بودي. طيب سمين هذا. يعامل عليه 600. وراها فطيمة خشنة ما شاء الله. فطيمة عملتها 600 وبيها مجال. مو سعر نهائي. احكي لنا احكي لي هاي شو وراها؟ لا حولية. شلون سجاد يعني انت لازمها ما تدري بيها؟ اول زي ما تو جيت من الخط. اها اول جيت من الخط والله زابها رقم واحد. اي انا من وين الجناي واحمد بيها هواي وقال ذا بدعمة فضيلة ما شاء الله. وانا نسال الله اني شبع لبن شبع لبن هذا اللبن. اي يدور حياتك بالصيف يا ابو سالفه الجبل شبعهم. حلاتك شنو؟ حلاتك لبن بالصيف يابا. اي والله اشرب ونام. اللبن ويا زبد. لبن ويا زبد. اي زبده اذا مو زبده مو طيب. اي شلون عمله احكي لي؟ عيني نعامل عليها باربعه وبها مجال للشرايين دلل علينا. وين هذا وين راح يشرب لبن؟ ما يشوف ما يذوق اللبن بعينه. لا يذوق بعيد اللبن عن حلق مرزوق. بعيد شلون؟ بعيد اللبن انطانا بها ثلاثه وربع قلت لهم بعيد اللبن عن حلق مرزوق. خير ان شاء الله. مرزوق ما يشرب لبن السنه ان شاء الله. بكير؟ عامل عليها بمليون. الله. شلون عملتها هاي؟ عامل عليها بمليون. مليون عملتها؟ اي صف الهدف. لا بصف الهدف؟ اي حلوه خير من الله. ما جني. ها؟ ما جني. ما جني. موفق ان شاء الله. عيني. هاي ايش قد؟ كم؟ ها؟ ثلاث فطور. شو وراها؟ وراها عجل. اي ايش قد تعاملون؟ عامل عليها 3 الا ربع. 3 الا ربع 2750 عملوا بيها مجال. بيها مجال. عجلها ايش قد عمره؟ والله تقريبا عمره 5. ما ماخذ الفحل هي؟ ماخذ الفحل اذا صار شهرين. شهرين. بس ما انت قوي. ليه؟ من حظ المشتري. حظ المشتري. نعم. هذا كله سوق الجني مطافي. هذا سوق الأبقار المطافي. هاي بكر حلوة. خوش بكر. شقد عملتها؟ 2700 عملتها. موفقين ان شاء الله. عيني الله يبارك فيك على راسك. هذا كله سوق الأبقار المطافيل سوق الجنيه.
شلونك استاذ؟ صباح الخير. عيوني انا مصباح. اليوم كبه وكباب يا عيني. كبه وكباب وكيترين اكو. خير ان شاء الله موفقين. سوي لك نفس. هاي. عين ابو احمد هاي مطفل. ايه. هذا ورا هذا الفحل. ها؟ شلونها؟ خير الله. ها عيني. هاي بشر اول بطل. تسوى والله. بشر اول بطل. زين. وهذا حوليها هذا حوليها صورناه كل العبلان 10 ايام اقل 10 ايام نعم شلون سعرها 3600 صف البيع صف الهدف صف الهدف يا الله احنا نريد نوصل للهدف اذا انت شغال والله خير والله بس من الحنين والله وفيها تنطيها على كل الشروط على كل عبء عشان ابو احمد اي عافيه اللي ياخذ لعب خمو ياخذ هيك شيء يا اخي الشرط يا اخي الشرط خوش يا شيء مرجوعة ضحنة زين هاي والله حولي هذه شوال وحدة هاي بنتها هاي البقعة هذه نظيفة على كل عيب نظيفة وعلى كل عيب يقول راعيها نعم ايه عملتها والله عملتها بثلاثة وربع ثلاثة وربع العملة ضابط حليب خير من الله زين 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 ماشي بال شوي عمو على يلا عبد الله بحجي صباح الخير عين استاذ ماجد شلونك عمرك شلونك جايب لنا اليوم والله عندنا أربعة ما شاء الله ثلاث مطافيل وحده حاطه اي شيلي على نظيفه وعلى كل عيب شو هاي شنو وضعها؟ مطفل مطفل وراها حول وين ابنها؟ هذا ابنها هذا ابنها؟ ايه اي وكح ابنها عين ابو احمد شيلنا تستمعي نظيفه وعلى كل عيب وشرطه جنة اطلب عليها ثلاثه بس هي شوي مو خشنه ها؟ مو خشنه بس شنو؟ ثاني بطن بس حلوه؟ ليره حلوه مرتبه ليره اي ليره صغيره اي عملتها؟ عملتها بثلاثه ابو احمد ثلاثه عمله وبيها مجال ابو علي عيني عيني احنا نريد من خلالك نفيد اللي يشاهدنا نعم واحد عنده ابقار زينه يختار لهن فحل حي الله عام شامي لو لا مضبوط لهن مضبوط بزره على مود خلفتهن احسن ها عيني هذا اريده ب 2 ونص زين ايه. انت المشاهد يريد يعرف شنو مضبوط اي مضبوط شلون يعني مضبوط بلادي. البلادي بلادي هم داخ بها البلاد شاهد اكو براون اكو سميتال اشكال اكو براون اكو سميتال اكو يعني نقول ايه؟ نقدر نصيغها بغير صياغه ايه؟ نقول من سلالات مضبوطه جيده اجنبيه أه أصيلة. اجنبيه اجنبيه زين واذا اخذ من سلالات زينه ايش راح ايش يصير عنده يطلع على خوش حلال يطلع الحلال ماله مضبوط يقول لك خذ الحصيل ونام على الحصير خذ الاصيل ونام على الحصير اي والله يعني مو مشكله 50,000 زايد بي لا لا, لا روح 100 وموفي روح 100 ايه. روح ايه ولا تدير بال ولا تدير بال اي والله اخذ اصيل اخذ اصيل نعم ونام على الحصير على قولتك اخذ الاصيل ونام على الحصير عيني ها عيني بربع عبد الله عيني اشترك ويا ابو علي بعد اكو احنا نريد تاخذ الاصيل اول شيء تباع على الحافر مالته ايش بيه الحافر؟ اكون عريض مرتب ثاني شيء قفاه اكون شقه طويله عالي عالي هسه هذا تتوفر به هاي المواصفات؟ اي نعم اي مقفاه مثل ما قالوا عريض الحافر مالته الحافر مالته ايضا وهاي مع حل الكيو شوف اي الا خلي يشوف المشاهد بعد ما مبدل ما شاء الله خشانه اي هذا بعد ما مبدل نعم بس هو سرحي هذا هذا اخذناه فحل فحل انتم ماخذينه حوليه ماخذيه نعم خير عبد الله عمرك ما يرحم الله عم علي عم حسين اي والله لا والله عبد الله عيني عين عم ماجد اخذنا الاصيل ونمنع مثل ما قلت انت ونمنع الحصير ايه.
وهاي هي تهي الماي على الباجي الليل وبعد اكو بيها والله اشكال النبي لا لا يعني قصدي هو يحتاج لمداره يحتاج لرعايه الاصيل ضد بصيل السلام عليكم علي عمنا انت ما بديت بالاول تضرب ابو صفار زين تنطي جرعه تنطي كيمياوي تنطي اوكسي ومال قراد ابو علي لان اذا عنده لا سمح الله عنده التهاب راح ينتقل المن للحلال اللي صرفه وتقوم يصير صراف متكرر عند الهايشه صحيح هلا بالشيخ عمري شلونك هلا بالشيخ زين يريد من عنده هو صراف ويعوفه هيك على الحلفايات لا لا لازم يذب لجات على في الله اها حتى يصير عجل مضبوط ايه وشي اللحم ايه هو ما يريد لحم هو يريد ايه تصريف ايه ايه ممنون لك انا حاضر ايه ما تقصر ابو علي عمري هلا عذرنا خاف قصرنا لا لا حشاك عمري هنا ابو علي الحمداني صباح الخير على صباح الخير شلونك عيني هذا شنو احكي لي هذا استونا خدته موفق بي ان شاء الله ايه صح انا خدته ها مليونين جيني هذا ماخذينه ايه ماخذينه بزرة حلوة بزرة حلوة فرنسي نعم ايه بلاد ابوي نعم 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 بعد والله دخلت انا بالقران دخلت لكن اسمع ترى في شماي ترى هاي كلها ساحة الأبطار المطافين هذا الموجود عبد الماجد نفيد المشاهد انت بما انه ايش قصار لك بالرباط كم سنه والله نحن من زمان عندنا حلال بس قطعناه ورايت هسه قمنا نشتري من جديد شويه اوضاع المي كنا احنا فلح ايه احنا فلح نزرع نعم خيار نعم وطماطم ايه مزارعين انتم احنا فلح يعني مشهورين الساده العتاويين ايه قريه الساده العتاويين قريه مراديه الزهاوي اي 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 ورا الكليات ورا الكليات اي واصلكم اها اه لا انت ما واصلنا ما لا لا واصلكم عندلكم مال الساده الساده العتاويين المهم عندكم ايه احنا كنا نزرع طماطم وخيار فصارت هاي الظروف نعم مي ماكو انقطع اي الزرع شويه حيل رخيص قام ما يسد مصرف الكيماوي حيل غالي صحيح الوزنه مال الكيماوي صارت طن مليون ونص فالفلاح تضرر اتجهتوا اتجاه ثاني ايه فقلنا بركه الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا يعني فالشيء الحلال يعني ارباط وهو رزق على الله سبحانه نعم وتعالى نعم اي ف اتجهنا قمنا والله الحنطه زرعناها السنه هذا الموسم زرعناها على ابار اها اي على ابار زرعناها نعم نعم تعرف نعم البنزين والغاز غالي صحيح مصرف قام ما يسد نعم يعني احنا علواري دعم يعني من رئيس الوزراء والله دعم يدعمنا ان شاء الله احنا هم من خلالك نقول يا ابو القطاع الزراعي قطاع التربيه الحيوانيه مهم جدا هسه حتى ما نطيل على المشاهد ايه نعوف الجانب الزراعي نتجه على قضية الارباط التسمين ايه انت شلون هسه انت جيت انت عندك مكان وحقل ما نحكي على الحقل ومواصفات الحقل لان احنا حاكين في لقاءات سابقة انت جيت هسه اليوم تريد تشتري شنو مواصفات العجل اللي تشتريه والله تشتري حولي اصيل زين اها حولي الاصيل ايه مرغوب مرغوب اي مرغوب يعني مو مثل هذا نقول النوع العراقي المشاهد يريد يعرف شنو الاصيل شلون احنا يعني وشلون يعرف الاصيل يصير صدره عريض من قدام صدره عريض وظهره عريض اظهره عريض من ورا عريض مكفاه عريض نعم ترتيبه حلو شفته طويله شفته طويله هاي مواصفات الاصيل هاي مواصفات الاصيل حتى لونه هم يختلف اللون ماله ابيض اما ابقع اي من يجي يشتري دحج اللون مالته يقول لك هذا اذا يرهم هم مفتوليه وهم يرهم قصابه أه. جهتين يرهم نعم اي فالسمين يحطوا له طحين ويحطوا له نخاله اول مره يحطوا له نخاله اي ويردون النوب طحين ويردون النوب عادين ثلاث ايام شوي شوي يحطوا له طحين تدريج اي تدريج ورا ثلاث ايام عادين يقوم يحط له طحينه براسه
اي هذا يقوم ياكل وما شنو يحطون ويا الطحين يحطون ملح شويه عمود يسمن. اي املاح اكيد طبعا. من تحط ويا ملح طابوقه ملح هم لازم يخليها طابوقه ملح من تخليها اي يقوم شو يسوي الحول يقوم يشتهي المي صحيح عطش نعم يشيت على المي الشهيه مالته تنفتح يعدل جسمه يقوم يفتح جسمه يبرج اي زين استاذنا سيد عيني انت خلينا نقول اختاريت العجل تختاره ناعم وسط خشن والله اختاره وسط وسط ليش وسط يعني عدله احسن ما تاخذه خشن وهاي تعدله ويسمن اذا تنطيه مثلا اسمده هواي هو يكبر انت تستفاد قصدك اعلاف مو اعلافي اي مو انت خبطت بين الزراعه وش اسمه يلا ما فرق يسولف لك على الزراعه بعد خلي يسولف لك على الزراعه زين سيدنا اذا تسمح لي المي مهم شلون مو مهم هسه هو المي يعني قصدك مال هسه هو الزرع مقطوع المي لا 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 قصدي المشروع التسمين شلون ما مهم المي ايه واذا مو مي الحلال قصه بالجو الحار طبعا لازم مي بارد مو مي بارد مال بير يعني ما احنا ما نريد نقول مي حلو مال بير ايه ما نريد نقول مي مثلج لا مي بارد ايه فيشرب المي البارد للحولي والجو الحار يقوم يلهث يجي على المي البارد يشرب زين انت تشجع على هيك مشاريع والله مفيده والله انا اشجع مفيده لان اللحم هسه غالي هسه اللحم ب 18 كيلو مال الطلي صحيح عندك مال الحولي اي الشرح 15 واللي هيك عظم عيونه 13 يعني اذا يظل هيك والطحين رخيص الاعلاف شويه رخيصه فالواحد العالم قامت هي تشتري حلال صحيح يقول لك الحلال الحلال لو حتى شوي يصير بس الاعلاف تصير رخيصه اي يعني بينفع بينفع يستفادون من عنده ممنون لك سيدنا على راسي الله يحفظك سلامنا للساده العيثاويين الله يسلمك واحنا نشكر الاذاعه مالتك هواي هواي على راسي الله يحفظك الله يسلمك السيد فؤاد العيثاوي اتشرف فيك عيني سيد فؤاد ممنون لك ما شاء الله شفت فراتي عيني قدمك شفت فراتي خير من الله مثل ما جاي تشوفونه هذا فحولية لو اقصابة فحولية ها؟ فحولية ما شاء الله حسن عيني أنا من سألتك على هذا الشفج قلت لي هذا شفج مال ايش؟ مال فحولية مال فحولية زين شفج الفحولية يعني اللي عنده دواب يختار لهن شفج شبيه تتوفر به بعض المواصفات الظاهر من هالشكل يختار الفرسيم يختار القرين يختار الطول ماله هاي مواصفات الفرسم يعني تقصد ال ذراعه ذراعه غليظ مو يصير جبل اي جبل يصير قرنه حلو ها قرنه حلو شوي عريض مكفاة عريض شقه شويه همينه جسم يعني شقه نقصد الجسم شكله حلو هسه هذا ابرش مو ابرش الشكل الحلو هم مطلوب مو حسن مطلوب شلون ما نعم الاسود الابرش اي زين زين اذا صاحب الدواب اختار شفج مثل ما قلت تتوفر بها المواصفات ايش راح يصير عنده طبعا يصير حلاله زين يصير نوعيه احسن تتوفر عنده يعني يصير فحل عده يصير شفج زين يصير حوليه زينه نعم على الفحل اي اذا هو حسن من نوعيه دواب مو حلاله يصير احسن نعم ممنون لك على راسي وعملت هذا 3.5 وبي مجال مو سعر نهائي نعم نعم عين ابو احمد اليوم استاذ حسن ابن عمنا التميمي على راسي انت معجب بقناتك على راسي شلون هم اهل الحاتميه خير والله احنا على طول متابعينك مربي القناه اللي تنقل الحدث الحقيقي لجميع الجوابات في محافظة ديالى وفيك استاذنا العزيز على راسي ونتمنى لك التوفيق الله يحفظك التوفيق للجميع ان شاء الله ان شاء الله سلامنا لاهل الحاتميه الله يسلمك شقبال من صدر هالبزهه شقبال ما يكفي عمي حامد اريد حامد اي ابو سلوى ابو سلوى ذهب ابو سلوى ولا يهون البقيه كلهم ان شاء الله هو شيخهم بعد كلهم ليرات اي عيني هلا هلا عيني هلا على راسي استر عليك استر يتشرف بمتابعتكم وكل واحد يتابعنا على راسنا الله يسلمك عجول خوش عجول عملتهن الزوج 7.5
وبيهن مجال مو سعر نهائي. خوش عجول خير من الله مثل ما جاي تشوفون هنا عجولك صابه. يلا روح السياره ام 2.4 روح. ليش هذا العجل؟ بلادي. نعم ما وراء خير من الله. ايه ثلاثه وبي مجال هذا البلاد الجنس. نعم 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 هذه عجول صابة هذه مدفوع بها الزوج 3600 جاي يدفعون بها. وهاي الخشنة هاي الخشنة هاي خشنة ما شاء الله يدفعون بها 5 الزوج. هاي كلها عجولك صابة هاي كلها الخشنة على 5 ذي يدفعون بها الزوج. عيني لا 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 هذا باربع ملايين العملة مالته مشتراته 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 يابا مو العملة نعتذر مشتراته باربعة. ثلاثة ما شاء الله خير من الله. هذا وين وين هذني القصابة ومشويات ومطعم خزعل الباب كل درجة ها هذا كله سوق العجل. سوما باثنين جاي نعم جاي يوصل 1,650,000 نعم من العجول 5.5 سوم هذا سوم 5.5 نعم عجل تسمين خوش عجل عجل رباط شوف مواصفاته حلو مواصفات المطلوبة وعملت الزوج 3.5 عملة بمجال مو سعر نهائي. حياك هذا امدحوا لي اياه يقول خوش عجل صدق خوش عجل هذا ايه هذا يتحمل حار وبرد وكل شيء ايه هذا عراقي هذا عراقي ما تهنى اي ما تهنى ليش ما تهنى هذا جن عامل باثنين وربع عدد ما بيع شيء عندي من بلاش بلا اسوق البكر حمودي الله يحفظكم هاي البكر عملتها 1,100,000 مواصله 9.25 9.25 من مصر 875 هذا بيش هذا 1,100,000 1,100,000 وبي مجال موسى هلا هذا بيت 600 عمله لو ياخذ 600 وياخذ فلوس 600 اللي حصل يا الله 1,300,000 يعامل على هذا العجل هذا براون مو لو تضريب على براون تضريب على براون ايش قد عمره سنه منتج هذا كله سوق البكر 9.5 950 عملة ايش قد مصلة؟ يتوصل عند 8 مصلة 800,000 1,300,000 عملة هاي ايش قد مصلة؟ 1,050,000 مصلة هاي هذا سعره 1,000,000 هذه بكرية عيني خالي ضاحي احكي لي على البكريات البكرية 1,700,000 هي وبنتها حلوة موفقين إن شاء الله هين أستاذ ضاحي احكي لي هذا نعامل عليه 650 شنو وضعه؟ ايش قد عمره يعني؟ هذا محلى عليه سنتين عمره اه سنتين هذا يا حمراني غير ايش قد عملته؟
650 الف العمله، ايش قد موصل؟ اي وصل 5.5 ونص. خير ان شاء الله. وديك عندي ذيك غالي عيني حجي الله يسعدك ويرضى عليكم. السلام عليكم. عيني سعد ماجد ابو حمود الورده قلبي عيوني. عيني سعد ماجد. سؤال اليوم، السؤال اليوم، اول امراه اكلت فاكهه الجنه؟ زين، اول امراه اكلت فاكهه الجنه. ثاني، الثاني نبي الله يوسف عليه السلام، اقول لا عفوا، نبي الله يعقوب عليه السلام ايش قال للذيب من تهمه اكل الذيب؟ نبي يوسف عليه السلام. نبي يوسف عليه السلام ايش قال يعني؟ نعم واضح. ممنون ممنون فيك الكرام استاذ ابو احمد الذهب. انتقل الى اخونا ابو حسن الذهب عميري. عيوني، اي هناك عضو في الجسم مسؤول عن طرد السموم الموجوده في الجسم، ما اسم هذا العضو؟ حلو حلو. اسم علمي؟ نعم واضح. احيائي؟ اي بس تعال. هو اكبر عضو في جسم الانسان. اكبر عضو في جسم الانسان. في جسم الانسان، جيد. هاي اليوم الاسئله كلها علمي ابو حسن. مشاهدينا الاحبه، وصلنا الى نهايه المقطع ان شاء الله. اليوم هو الخميس السادس من يوليو 2023. مثل ما بدينا بالبدايه، أيام العمل في هذا السوق الاثنين والخميس فقط، الاثنين والخميس. تحياتي لجميع متابعينا الأحبة واللي وصلنا هنا، تحياتي للمواظبين والمعلقين دائما، أنتم ها هنا في القلب على رأسي يا أرقى متابعين.